السلام عليكم شباب وصبايا الصف التاسع. اليوم بإذن الله رح نكمل الدرس الثالث من الوحدة السابعة اللي هي وحدة النسب المثلثية. اليوم رح نفوت على درس الظل، ظل الزاوية الحادة. طبعا كل اللي تعلمناه بجيب الزاوية الحادة وجد الزاوية الحادة رح نسقط على ظل الزاوية الحادة، نفس المبدأ كليتهم، نفس الشغل، نفس المبدأ. هلأ اتفقنا احنا انه الدرس الأصعب عنا والأشمل كان، أو هو مش الأصعب، هو الغريب علينا، كان درس الجيب. والجتا قلنا كما ينطبق على الجيب ينطبق على الجتا، ولكن بدل ما أنا أقسم مقابل على الوتر صرت بقسم المجاور على الوتر. طب يمس إذا المثلث فيه ثلاث أضلاع، المجاور والمقابل والوتر. المقابل بستعمله للجيب والمجاور بستعمله للجتا. طب الظل ايش استعمله؟ استعمل الوتر مثلا؟ هذا الحكي ما بيزبط، لما يصير وتر على وتر دائما واحد. طب ايش استعمل بالظل؟ هون الظل اللي هو ابن عمهم التنين، بدي اقسم الجيب على الجتا او المقابل على المجاور. اذا بتلاحظ عندك بالدرس هون قسمين المقابل على المجاور، بالصفوف العليا بنصير نقول لك الظل هو عبارة عن المقابل على المجاور اللي هو الجيب على الجتا، وهون لما نقول لك المقابل على المجاور. طب مين الاصح؟ التنين صحيحين وواحد منهم بولد الثاني. يعني لما اقول لك انا بصفوف العليا لما تكبر بصير احكي لك انه انت الظل هو عباره عن الجيب على الجتا، نفس المبدا، الجيب على الجتا هو نفس المقابل على المجاور. طبعا هلا مع الحل بورجيك ليش التنين نفس المبدا والتنين صح. احنا دائما بنبلش معك بالمقابل على المجاور عشان انه اخف بالنسبه لك. كالعاده وزي ما تعودنا في كل درس بدي ارسم لك المثلث قائم الزاوية، اتفقنا للمرة الألف. النسب المثلثية بتتعامل فقط مع مثلث قائم الزاوية، غير قائم الزاوية انت ما بتتعامل. وكيف لازم تكون مقابل قائم الزاوية. الزوايا الحادة صفت عندي ألف وجيم، للمرة الثلاثة مليون بنقول إنه ألف زائد جيم مع بعض بيعطوك 90، كل وحدة لحال حادة. قلنا إنه جيب الزاوية ألف هو نفسه جتا الزاوية جيم، وجيب الزاوية جيم هو نفسه جتا الزاوية ألف. شو عنا ألف وجيم؟ مش بس ألف وجيم لأنه ألف وجيم، لا هم لأنه تنتين مجموعهم بيعطوك 90، بس عشان هيك جيب هاي يساوي جتا التانية. هلأ بالظل قلنا شو على المجاور، مقابل قلنا على المجاور، تمام؟ يلا كل اللي كنا نعيده بالحصص الماضية بدنا نطبقه هون. تعال نشوف هذا المثلث، هذا الضلع شو اسمه؟ هذا الضلع اسمه مقابل لألف ومجاور لجيم. إذا هذا الضلع اسمه مقابل ألف مجاور جيم، هذا الضلع اسمه مجاور ألف مقابل جيم. لو بدي أطلب منك إنه أنت تطلع لي ظل الزاوية جيم، بتقولي ظل الزاوية جيم شو بيساوي عندي؟ بيساوي المقابل اللي درسناه أول على المجاور. وهذا الحكي بنطبق على ألف وبنطبق على جيم، تمام؟ إذا هذا الحكي بنطبق على الزاوية ألف وعلى الزاوية جيم. ما هو مقابل جيم؟ هذا الضلع. ما هو مجاورها؟ هذا الضلع. طب شو ظل ألف؟ العكس، مقابل على المجاور فبطلع عكس. طبعا أنت رح تحس بالعكس مزبوط متى؟ لما أعطيك أرقام. طيب ليش مس بصفوف العليا بنحكي إنه الظل لا أي زاوية مثلا هي جيم هو عبارة عن الجيب على الجتا؟ طبعا الجيب احنا بنكتبه جيب. طب ما هو نفس المبدأ، اقول لك ليش. الجيب على الجتا جيب جيم على جتا جيم، لانه انت هون عندك ظل جيم هو نفسه جيب جيم على جتا جيم. ليش نفس المبدأ؟ طلع عندي شو هو الجيب؟ الجيب هو عبارة عن المقابل على الوتر، وهذا الخط الكبير بينزل القسمة. شو هو الجتا؟ هو عبارة عن المجاور على الوتر. فصار في عندك بسط ومقام، البسط عبارة عن مقابل على وتر، والمقام عبارة عن المجاور على الوتر. هلأ انت في صف سابع بتعرف انه لما بيكون عندك بسط ومقام، بسط ومقام، الاولى بينزل عادي، القسمة بتتحول لضرب، وهذا بياخد المعكوس. فدغري بقدر شو اعمل؟ بقدر اشطب الوتر مع الوتر. بعد ما تشطب الوتر مع الوتر شو بصفي عندك؟ لأنه أنا بقسم على نفس الشغلة، بصفي عندك هو نفسه المقابل على المجاور. فإذا أنا عملتك مثل الكبار وقلت لك جيب على جتا، أو قلت لك مقابل على مجاور، نفس المبدأ، لأنه جيب على جتا هي نفسها مقابل على وتر على مجاور على وتر، وتر مع وتر بتروح بتصير مقابل على
المجاور. احفظ لنا اياه هذا القانون، بس احفظ لي اياه وتوكل منه مزبوط، هذا المطلوب منك. اذا الظل هو عباره عن المقابل على المجاور. في شغله كنا ذكروها في الدرس اللي قبله والدرس اللي قبله، وهي انذكرت هون، ما شرحت لك اياها لا بالدرس الماضي ولا اللي قبله. ما شرحتها لانه هلا جاي موعدها، يعني انا بدي اول شيء امكنك من الجاب والجتا والظل بعدين اشرح لك اياها. هلا خلينا نفس المبدا نفتح على مثال. طبعا هذه الرسمه بتكون نفسها رسمه مثال. مثال يا سيدي صفحة 83 اللي هو مثال 7-11. إذا مثال 7-11 صفحة 83. هذا المثال معطيك نفس المبدأ، بس ما أعطاك إنه هون هذه 5 سنتي، وأعطاك إنه هون هي اسمها 12 سنتي. طالب منك مجموعة معطيات بدنا نحلها، مجموعة مطاليب. أول شيء حيطلبوا منك شو هو؟ ما هو طول ألف جيم؟ طبيعي أول سؤال يسأله شو طول ألف جيم؟ من طول ألف جيم بدنا نطلع كمان عدة شغلات، تعال نشوف شو هم الشغلات. يلا، هلا هو طالب مني ألف جيم، طالب ألف جيم، جد ألف جيم. ألف جيم اللي هو نفسه مين؟ الوتر. الوتر دائما بنطال من مين؟ من نظرية فيثاغورس. دغري مباشرة الوتر رح يطلع معك يا شباب 13 سنتي، لأن هذا المثلث درسناه 3000 مرة. نظرية فيثاغورس، وتر تربيع يساوي 25 زائد 144، 25 × 144 169، جذر 169 13 سنتي. رب يكون واضح. تمام، هاي طولنا ألف جيم. هات نطول كمان ظل الجيم. كم ظل الجيم؟ ظل الجيم هو عبارة قلنا عن المقابل للزاوية جيم على المجاور للزاوية جيم. هلا بطلنا نحكي على الوتر. ما هو مقابل جيم؟ 5. ما هو مجاور جيم؟ 12. فصار الجواب 5 على 12. طب إذا طلبت منك ظل الألف، بتلمسي نفسه مقابل الألف على مجاور مين؟ مجاور الألف. فمقابل الألف هو 12، مجاور الألف اللي هو نفسه مين؟ اللي هو نفسه 5، فصار 5 على 12. اتطلع في نفس المثلث ظل الزوايا الحادة، كم زاوية حادة عندك؟ 2. كنا نقول جاب الأولى جت الثانية، وجاب الثانية جت الأولى. هلأ كمان ظلهم التنتين عكس بعض، 5 بالبسطن 5 في المقام. إذا مقلوب بعض مش عكس بعض، مقلوب ظل جيم هو نفسه ظل ألف. إذا جاب ألف نفسه جتا جيم، جاب جيم نفسه جتا ألف. ظل ألف هو مقلوب ظل جيم، هي مقلوب. شو مقلوب الخمسة على 12؟ 12 على 5. ضل شي تاني نطلعه؟ ما ضلش. شو ظل با مقابل با على مجاور با؟ ما بزبطش معي. تمام، فإذا أنا بس لأنه هذا إحنا مدرس على زوايا حادة. حلو يا أمي. إذا هذا المقابل على المجاور حلنا وطلع معانا الموضوع. هلأ بحكي لك طالب مني كمان شغلات. طالب مني أطلع جتا ألف، كم جتا ألف؟ جتا ألف اللي هو المجاور على الوتر. قديش المجاور؟ 12. قديش الوتر؟ 13. طلعته. طالب مني أطلع جيب ألف، يعني للزاوية ألف بدي أطلع جيب وجتا وظل. الزاوية ألف بدي أطلع جيب وجتا وظل. فهي جتا ألف شو بيطلع معاي؟ بيطلع معاي جيب ألف اللي هو المقابل 12 على الوتر اللي هو كام؟ انا خربطت 13. جتا الالف اللي هي المجاور، جتا الف اللي هي المجاور يعني 5 على 13، وجابها اللي هو 12 على 13. شو بحكي لك؟ ايش في علاقة بين الجيب والجتا والظل اللي قلت لك اياها قبل شوي؟ شوف العلاقة، علاقة الظل اللي هو نفسه الجيب على الجتا. طبعا الظل انا بالبداية لازم اقول لك انه اختصاره الظا، هلا بحكي لك قصته للظل. فاذا بتلاحظ انه جيب الف 5 على 13، جيبها 12 على 13، جتاها 5 على 13، وظلها 12 على 5. ليش؟ شو الوتر عندك يا هون؟ 13 13، صح؟ اشطب ال 13 مع ال 13 لانهم قسمتهم على بعض، شو بصفي؟ الجيب 12 والجتا 5، 12 على 5. هي فاذا لما بحكي لك هو بالمثال هون بحكي لك من خلال مثال 7 11، هل يمكنك التوصل الى علاقه بين جيب الف وجتا الف وظل الف؟ نعم، اللي هو جيب ألف اللي عبارة عن الظل ألف اللي هو عبارة عن الجيب على
الجتا. إذا ظل الألف هو عبارة عن مين؟ هو عبارة عن الجيب مقسوم على الجتا. حلو. نروح تعال هون على صفحة 83، بس أعرفك على الظل لأنه نطيت عنه على السريع. الظل طلع يسمى الظل اللي هي نسبة طول ضلع المقابل على طول ضلع المجاور، احنا عشان هيك سميناها نسبة مثلثية، حكيت لك اياها كثير بالجيب والجتا. ليه اسمها نسبة مثلثية؟ لأنه هم عبارة عن قسمة أطوال أضلاع مثلث، فأنا لما بقسم بسط على مقام بسميه نسبة. تمام؟ شو اسمه؟ اسمه ظل الزاوية، يرمز له بفا زي جيب جا جتا أو جيب التمام جتا، بتنكتب جتا. بالإنجليزي شو اسمه؟ تانجنت، واختصارها تان، يعني بالآلة الحاسبة بتطولها تان. فأنا علمتك شو اسمها واختصارها عربي وإنجليزي وكيف على الآلة الحاسبة، هو نفس المبدأ اللي هو المقابل على مين؟ على خطك المجاور. تمام؟ إذا أنت بستقسم المقابل على المجاور بالطول التانجنت اللي هو نفسه مين؟ اللي هو نفسه التان اللي هو الظل، اختصاره التان. هي مثال 7-11 خلصنا، وخلصنا السؤال اللي في آخر الصفحة تحت تحت تحت. تمام؟ أنا شو بدنا نروح؟ بدي أحكي لك الشغلة اللي كنت أعدي عنها بالأمثلة في الدروس السابقة وهي مهمة. شو هي الشغلة؟ إذا بتلاحظ في بداية درسك بيكونوا رسمين زي هيك مثلث موجود في الجيب والجتا، وهي الظل. افتح على درس الجيب، افتح على درس الجتا، وهي الظل. هاي الرسمة نفسها موجودة معك. شو قصة هاي الرسمة؟ وكيف بدنا نتعامل مع هاي الرسمة؟ وليش أعطوني إياها؟ هلا بدي أسألك كم من السؤال يخاطب مخك هيك، ليش الظل مثلا ال 30 حفظتك اياه ليش جيب ونص؟ وهل دائما جيب ونص والزاويه 30 بقدر ارسمها باكثر من وضعيه؟ كل مره بده يكون جيبها نص؟ هذا الحكي ما جبت لك سيرته، هلا انت صرت متمكن من الجيب والجتا صح وفتنا على الظل، فرح تكون صاروخ تعرف تجاوبني عليه. تعال شباب ندردش بهذا المثلث. صف لي بالمثلث هذا اللي قدامك. مثلث قائم الزاوية، في زاوية 30 طبيعي هاي شو تكون؟ 60، لأنه أنا 30 و60 90 مع 90 180. فأنا رسمت لك هذا المثلث، هذا اسمه وتر، سمت لك الوتر سين، سمت لك الضلع المقابل لزاوية 30 نص سين. طبعا مش شطارة من عندي كتبتها لأنه جيب ال 30 اتفقنا إنه هي نص، جيب ال 30 نص، فهي راح تكون المقابل على الوتر، فنص السين على سين بتروح السين مع السين بضل عندك إياها شو؟ نص. طيب ايش اللي بدك تحكي لي على هذا المثلث؟ شباب هذا المثلث الزاوية هون فيه 30، هاي الزاوية قلنا فيه 60، فهي رح احط لها كون الزاوية 60، هذا بسميه مثلث 30 60، زوايا 30 60. حلو؟ الزاوية 30 انا وانت حافظين انه جيب ال 30 يساوي نص. وللتأكيد عشان تتأكد انه هو هيك، هو عبارة عن المقابل يما على الوتر. فمقابلها نص سين ووترها سين، سين مع سين راحت فصفت نص، واحنا اصلا اوريدي حافظينها. طب هذا المثلث انا هيك كتبته، هيك رسمته، هيك رسمت ارتفاعه وشغلاته. هلا لو رسمت انت المثلث اصغر او مثلث اكبر، هل جيب الزاويه بيفرق معك بكبر المثلث وصغره؟ لا، الجواب اكيد لا. طيب يعني هلا انت لو نرسم مثلث، احنا عشان اعطيك مساله، هل نفسه لما يرسم المهندس هذا المثلث عشان يرسم عمارة بيكون أكبر أضعافه، أكبر من حجمك بتكون؟ يعني جيب الزاوية وجتاها للزوايا الحادة ما بيفرقوا شو مكانه بالمثلث، كان المثلث صغير أو كان المثلث كبير قد الدنيا، جيبه جتا واحد. كيف بقنعك فيها؟ هي احنا اقتنعنا انه هذا اسمه 30 زاوية 30، وجيب ال 30 نصا المقابل على الوتر. ولو بدي احسب جيبها جتاها بكون المجاور على الوتر، بطلع بالآلة الحاسبة بتطلع معي. تمام؟ أو بحسب مقابل الستين، فأنت عندك يا بفيثاغورس بتطلع هاي الزاوية بيطلع معك. طب مس إيش اللي بتحكي فيها؟ هلا أنا قلت لك شو؟ الجيب والجتا ما بتأثروا للزاوية الوحدة، ما بتأثروا بحجم المثلث. يعني جيب الزاوية 30، المثلث كان صغير فصعوم أو كان قد الدنيا، المهم إنه هي نفس ال 30، جيبها نص. يعني لو قسمت المقابل على الوتر نص، شو ما كان حجم المثلث، شو مكان حجم المثلث راح يكون جيب ال 30 نص. هاي المثلث اللي عندك اياه هون هي ال 30. طب لو انا اسقطت من هون عمود، ماشي يا امي، اسقطنا عمود، صار في عندك هذا المثلث الصغير، برضه هاي الزاويه فيه 30، وبرضه ال 30 جيبها نص. يعني ال 30 هي عباره عن المقابل على الوتر. هلا الوتر هذا كله 60، قديش هلا صار بعرفش، قديش طوله لهذا ما بعرف، بس لو قسمت الطول هذا
على الطول هذا حيطلع معك نص خاوة بالمثلث هذا. إذا بالمثلث الكبير لو قسمت المقابل على الوتر نفس الجواب لو قسمت المقابل على الوتر بالمثلث الصغير هذا. فالقصد إنه النسب المثلثية شو ما كان حجم المثلث الجيب والجتا والظل لأي زاوية وين ما كانت بأي مثلث بتضل ثابتة واحدة. حتى لو رسمت لك كمان مثلث هون هذا عبارة شباب تعرفوا شو عن الوحدة الأخيرة تشابه المثلثات. هل أنت هون عندك كم مثلث؟ المثلث الكبير والمثلث الصغير هاد والمثلث الصغير هاد، هيك عندك كم مثلث؟ ثلاث مثلثات. الزاوية 30 موجودة بثلاث مثلثات، المثلث الكبير، المثلث هذا لحاله صغير، وهذا المثلث. هذا المثلث جيبه كام؟ جيب 30 نص. هي نفس المقابل هاد على الوتر هاد، تمام؟ نفس الاشي راح يطلع معك جيب 30. فالقصد المعلومة اللي أنا بدي أعطيك إياها، شو ما كان المثلث اللي مرسومة فيه أي زاوية مو بس الثلاثين، الجيب والجتا بضل واحد لأنهم عبارة عن نسبة مثلثية قسمة مقابل على مجاور. فنسبة المقابل هذا على الوتر قصدي حتطلع نفسها، هاي على هاي رح تطلع نفسها الأصل الكبيرة على سين. فإذا قلت لك كم جيب 30، أنا عندي 3 جيب 30 اللي هو النص على سين، أو المش عارف مين هذا على هاد، يعني لو بدي أترجم لك إياها هذا الطول بعرفش قديش، تعال نفرض أنه هو أحمد، هذا الطول كامل صار من هون من هون لتحت، صار اسمه مثلا الياس، هذا بالمثلث رقم 2. المثلث الكبير عندك صار 3 مثلثات، عندك المثلث الكبير أول واحد، وعندك المثلث المسطاني، المثلث الوسط، وعندك المثلث الصغير، الزعنون الصغير هذا. المثلث الكبير جيب الثلاثين بالثلاث مثلثات واحدة. المثلث الكبير اسمه مقابل عوتر، هلا دائما مقابل عوتر، فانا عندي المقابل نص السين عسين. خاوة رح تطلع حسب الوسطاني، الوسطاني شو اسمه؟ اسمه أحمد على الياس. خاوة رح تطلع المثلث الصغير اللي أنا مش عارف شو على مش عارف شو. هدول الثلاث نسب بيطلعوا دائما نفس الجواب اللي هي نص، لأنه جيب الثلاثين وحدة بالثلاث مثلثات، جيبك أنت نص، قسمة مقابلك على وتر نص، حتى لو كان المثلث اللي احنا بنكتبه نرسمه قد المدرسة كلها، قد العمارة كلها، جيب الثلاثين الزاوية 30 وحدة جيبها اللي هو كام؟ نص. فالمثلث الكبير بالمثلث الوسطاني بالمثلث الصغير 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 نسبة الجيب وحدة اللي هي نص. فالمقابل على الوتر لما تقسمه في أي مثلث وحدة، يعني لما تقسم أحمد على الياس خاوة حيطلع جوابك نص. ليه؟ لأنه أنت الزاوية الأساسية اللي هون اللي هي المقابل إلها أحمد على الياس، ما ليش قسمت أحمد على الياس؟ لأنه أحمد هو مقابل الثلاثين. حتى الزاوية هاي ما بعرف شو طول هذا الضلع، ولا بعرف شو طول الوتر هذا الجديد الصغير اللي عندي يعني هون، بس لو أقسم المقابل هذا على الوتر هذا رح يطلع برضه معك شو؟ حيطلع معك نص. ولو رسمت مثلث كبير قد الدنيا برضه حيطلع مقابل الثلاثين على مجاور على وتر الثلاثين برضه حيطلع معك إياه قديش؟ نص. هاي المعلومة اللي أنا بكل درس كانت تذكر. نفس الحكي على الجيب، نفسه على جتا الثلاثين، ونفسه على ظل الثلاثين. هذا الحكي صح للكل. إذا الزاوية 30 وين ما تقعد في أي مثلث بتكون موجودة فيه بيكون جيبها وجتاها وظلها نفسه، تمام؟ حرسم لك في بإذن الله لما أخلص الظل، وقبل ما أفوت على العلاقات المثلثية في نهاية الدرس ونهاية أسئلة الدرس رح أرسم لك جدول هذا حفظ عن غيب. هلا أنت بتكون فاهمه قبل ما تحفظه، يعني أنا فهمتك إياه اللي هو جيب 30 وجتاها وظلها، جيب 60 وجتاها وظلها، جيب ال 45 جتها وظلها، الظل بيطلع من الجيب والجتا، إذا أنت حافظ الجيب والجتا الظل طلع معك. هذا أهم إشي أنا بدي أعطيك إياه، ولش أعطيتك إياه؟ تعال أنا وياك ندرس اللي هو أنا عندي إياه بالكتاب تدريب 7-8، طبعاً أنا نطيت على كم شغلة رح أرجع لك إياهم، بس تعال نفتح أنا وياك على تدريب 7-8 يلي بيقول تدريب 7-8 في الشكل إذا كانت ألف معطيك إحداثياتها ومعطيك إحداثيات باء ومعطيك إحداثيات ميم. النقطة جيم تقع على محور الصادات الموجب، النقطة جيم تقع على محور الصادات الموجب زي ما هو طالع معك. بقول لك أعطيني ظل الزاوية ميم ألف جيم، ميم ألف جيم، بدي ظل الزاوية هاي، بدي ظل أنا الزاوية مين؟ الزاوية هاي.
وإحداثيات النقطتين. طيب تعال بكل بساطة، ظل المسح احفظتني إياه المقابل على الوتر. تمام، أنا بعرف إنه نطيت عن صفحة 84، رح أرجع لك إياها، بس أهم إشي هون عشان غطينا الفكرة هذي. أنا بحكي المقابل على الوتر، طب كم المقابل؟ المقابل عندك إياه هاي الزاوية، المقابل عندك إياه اللي هو طول هاد، ما بعرفه، هذا طوله أنا ما بعرفه، بس بعرف إنه أنت ميم، صفر صفر، يعني من جيم لميم بعرف أطول الطول، مثلا هون هاي النقطة 8، طول هذا كله 8 لأنه 8 ناقص صفر، بس أنا أصلا إحداثيات جيم معيش إياها وأصلا مو طالبها. فصف المقابل بعرفش قديش. طب الوتر، هذا الوتر كامل، والله ما بعرف قديش كم، لا شو الوتر شباب، الظل اللي هو مقابل على مجاور، يما المجاور اللي هو هاد، قديش المجاور المسافة هاي؟ ألف تمانية صفر وميم صفر صفر، فالمسافة هاي بين تمانية. فإذا الظل أنا عندي المقابل على المجاور، لا المقابل معاي، المجاور معاي والظل مش معاي، فصار عندي مجهولين أنا ما بعرف أطلعهم. يعني انا بقدر اطلع لك الظل بشرط اني اعرف قديش طول هاي اللي هي مين المقابل، بس انا ما معي اياها مش عارف اطلعها. طب خلص السؤال مش رح ينحل؟ لا بنحل على اللي انا اعطيتك اياه قبل شوي، المعلومه اللي قبل شوي اعطيتك اياها هي اللي رح تحل السؤال. كيف رح تحله؟ تعال نشوف. اعطاك النقطه ب، اعطاك النقطه مين؟ اب. عم بتاكد واضح معك؟ يا دوب واضح، اكبر لك اياها شوي. طيب انا هيك قلت لك كل المشاكل اللي بتواجهنا، لانه انا بدي اطلع الظل، ولكن الظل علشان اطلعه بدي مقابل على مجاور، على قليل يكون معي ظل استعمل آلة حاسب وبطلعه، بس انت ما معك الظل وما معك المقابل، معك بس المجاور، صار عندك كتير خربطات وكتير شغلات غلط مش موجوده معك. طب كيف احل السؤال؟ خصوصا هو بده احداثيات النقطه جيم، اذا بحلها عن طريق نفس الشرح اللي شرحت لك قبل شوي، اللي هي احنا بنقوله تشابه المثلثات، هشرحها كتير ونغوص فيها اكثر باخر وحده. هاي النقطة بال اعطاك اياها هون، ما اعطاك اياها لله ولا لسواد عيونك ولا لانه بيحبك، اعطاك اياها علشان تسقط منها عمود تحت وتعمل تشابه مثلثات وتحل المثال. تعال نشوف كيف، بس طبعا علشان انا جمال خطي خليني ارسم لك المثلث عندي اياه هون، ارسم لك المثلث هون هيك رسم توضيحي. هاي جيم قلنا، هاي النقطة ميم اللي هي زيرو زيرو، وايش كمان اعطاني؟ هاي ميم، وأعطاك هون ألف أسقط، هاي هون نقطة ألف، وكان إحداثيات النقطة ألف 8 زيرو، هون صفر صفر، فبما إنه 8 زيرو هاي كلها قديش بكون قياسها؟ 8. أعطاك هون النقطة سماها باء وحط لي إحداثياتها 6 4. هلا إحنا شو بنعمل؟ بنسقط عمود من باء للضلع هاد، هلا هذا كله طوله 8 لأنه المسافة بين هون وهون 8، تمام؟ مش فارق معك، بديش إياها هاي، هاي المعلومة الجامعة بديش إياها. هاي جيم فوق، بدك إحداثيات جيم وبدك بدك شو ظل الزاوية هاي. إذا هاي الزاوية هو عايز أني أنا أطول ظلها، لما جيت أطول ظلها اللي هو المقابل على المجاور، المجاور مع شيئا مقابل مع شيئا، بس المجاور معي إياه، فبما إنه أعطاني نقطة هاي أسقطت عمود. لما أنت تسقط عمود السينات يما، السينات اللي هي طول مين؟ سينات اللي هي مسافة لهون، يعني باء لهون قديش طولها السينات؟ هلا طول ألف هاي كليتها اللي هي الصادات، فهي طولها 4 سنتي، تمام؟ باء قديش طولها؟ باء لغاية هون طولها 6، يعني باء من هون لهون 6. طب هاي كلها طولها 8، يعني صفها قديش طول هاي؟ صفها طول هاي 2 سنتي. شو عرفي كم الاثنين؟ كم مرة؟ باء إحداثياتها 6، يعني النقطة هاي 6 4، يعني 6 بالسينات و4 بالصادات، فالارتفاع حط طوله 4 ولغاية هون طوله 6، بس أنا بدي من هون، طب ما هي كلها طولها 8، فصار هاي شو عبارة عن 4 2 سنتي، يعني صار عندك هذا المثلث، هذا المثلث هاي اسمها ألف، هاي طولها 2 وهاي طولها 4، شايفها؟ واضحة معك؟ خلص. هلا شو الظل؟ ظل الزاوية ألف، ظل الزاوية ألف أو زي ما هو مسميها ميم ألف جيم، شو بتساوي؟ بتساوي يما المقابل على المجاور. إيش المقابل للزاوية ألف؟ 4. إيش المجاور إلها؟ 2. 4 2 2، إذا طلعت معي ظل ألف شو بتساوي؟ بتساوي 2.
هلا ألف فاي تظلها اثنين، إن شاء الله كانت بمثلث فسفوس، مثلث القد، مثلث قد العمارة كلها، بضل ألف هي عبارة عن زاوية مثلث إيه، ظلها اثنين، تمام؟ طبعا إحنا في الصفحة 84 بناخد سؤال فيه ظل اثنين، بيطلع معانا، بس هلا إحنا هي ظلها قديش؟ اثنين، يعني أنا لو أسقطته على الكبير نفس الشيء، إذا لو عملت لك أنا النسبة والتناسب اللي عملت لك إياه قبل شوي تبع أحمد والياس ومش عارف مين ومش عارف مين، قلنا ظل الزاوية ألف اللي هو بيساوي اثنين بيساوي ظلها على المثلث الصغير، الظل على مثلث صغير صغير هو نفس الظل على مثلث شماله الكبير. واضح معك يا رب يكون واضح. هلا ظل الالف طلع معك اثنين، هي نفسها على المثلث الصغير، قديش نسبة المثلث الصغير؟ نسبتها 4:2، هي نفسها على الكبير، الكبير هي المقابل. ما بعرف قديش الطول، ما بعرف كم، بس بعرف ان المجاور كله كان عبارة عن مين؟ كان عبارة عن 4. المجاور هاد كله كان عبارة عن 8، أنا آسفة. فإذا هاي الزاوية صار عندك مثلثين، المثلث الصغير المقابل على المجاور، والمثلث الكبير المقابل على المجاور، المقابل بعرفوش، بس المجاور بعرفه اللي هو كامل هو 4 عندك إياه. تمام؟ طيب قديش يعني بتطلع معاي؟ كله بيساوي 2، لأنه إحنا قلنا ظل الألف، مثلث صغير، مثلث قد الدنيا، ظلها 1، طلعنا إحنا 2 من المثلث الصغير. هلا هاي نسبة بعرفها سيبك منها، يعني ظل الألف بيساوي طول هاي على المجاور اللي هو كامل هو 8، وهو طالع معاك 2 صح؟ يعني 2 تساوي ما بعرف قديش على 8، والضرب التبادلي بتساوي طول جيم طول القطعة الكاملة اللي هي المقابل شو بيساوي؟ 16 سنتي اللي هي 2 في 8. إذا هاي كلها شو طولها؟ طولها 16 سنتيمتر. تعال نتأكد، المثلث الكبير ظل ألف لازم يطلع معاك 2، الظل هو عبارة عن المقابل على المجاور، المقابل 16، المجاور 8، 16 8 2 صح. طب تعال نحسب على المثلث الصغير، ظل ألف المقابل 4، المجاور 2، 4 2 2، إذا شغلي 100% صح. إذا لو بدك ترجع على الكتاب هون، لو بدنا نرجع على الكتاب، هاي طولها شو بصير؟ 16 سنتي. إذا لما أقول لك ما هي إحداثيات النقطة جيم، بما إنه جيم تقع على محور الصادات فسيناتها أكيد صفر. سيناتها شو بتطلع؟ صفر. صاداتها 16، شو عرفك إنه 16؟ لأنه هاي كلها طولها 16، وأنت بالأصل هون صفر. فهاي قديش جيم لازم تكون مقدارة؟ 16، ف 16 ناقص صفر مسافة، 16 ناقص صفر اللي هي 16. إذا كيف طولناها؟ هذا المثلث، هذا التدريب، اكتب لي عليه طولناه من تشابه المثلثات، حتى ما استعملناها، طولناها انه من النسب المثلثية لكل مثلث. تعاملنا مع مثلث صنفور صغير ومثلث كبير، اشتغلنا على الصنفور الصغير لاني بعرف كل احداثياته واسقطت الموضوع على الكبير، حتى لو جبت لك مثلث اكبر منه، حطيت الف هيك وكبرت المثلث وحطيته كبير جدا، بحيث انه المجاور 12 متر 20 متر مقابل مليون متر، بده يطلع معك الظل نفس الشيء 2. فانت النسبة اللي بدها تطلع معك هو لازم تطلع معك كام؟ تطلع معك 2. على سوء خطي وسوء الإدارة الصفية، الإدارة الورقية، وعشان حلي معكشك، ثبت الفيديو هون ونقل معلوماتك. ثبت هيك ونقل معلوماتك كاملة عشان انه كل شيء تمام. هلا بدنا نروح لوين؟ لصفحة 84 اللي نسيناها، مش نسيناها، عدينا صفحة 84. بدنا نبلش نحكي عن الآلة الحاسبة، يعني زي الجيب والجتا حكينا عن الآلة الحاسبة كيف تطور الآلة الحاسبة، لما نكمل نفس الشيء. في بداية صفحة 84 بقولك فكر، متى يكون ظل ها يساوي 1 حيث ها زاوية حادة؟ متى الظل بيكون 1؟ هلا الظل بأصله هو عبارة عن مقابل على مجاور صح؟ هذا الحكي بيساوي 1 لما يكون المقابل يساوي المجاور بصير 1، لأنه سين على سين 1 بتروح 10 10 مليون على مليون. إذا ما يكون المقابل بده يساوي المجاور، متى المقابل بيساوي المجاور؟ في المثلث لما بيكون في ضلعين متطابقين، يعني زوايا القاعدة متساوية. طب زوايا القاعدة لما بدها تتساوى، لما زوايا القاعدة لازم إنها هي تتساوى، بدهم يكونوا الزاويتين شمالهم متساويين، قلنا الضلعين متساويين يعني زوايا القاعدة متساوية. طب المثلث فيه واحد اسمه 90 قاعد على جنب، زاويتين بدهم يضلهم 90 مجموعهم. طب لما يتساووا يعني الزاوية رح تكون شو بتساوي؟ 45 درجة. معلومة قوية وكتير حلوة حكيناها 1000 مرة.
قلنا الجيب الزاوية 45 درسنا لها جيب وجتا، قلنا جيبها بيساوي جتاها لأنهم الزاوية 45 يعني اللي فوق 45، فمقابل هاي مجاور هاي مجاور هاي مقابل هاي، فجيبهم وجتاهم واحد. فلما يكون جيبهم بيساوي جتاهم يعني مقابلهم بيساوي مجاورهم، يعني بيساوي شو؟ واحد. إذا متى يكون ظلها واحد؟ زاوية وحيدة في كل العالم اللي هي اسمها الزاوية 45 درجة، لأنه جيبها وجتاها بتساوي لما أقسم الجيب على الجتا عشان تظل بما انهم متساويات بيطلع معك واحد. تعال ندرس تدريب 7-7. وقبل تدريب 7-7 شو كنا ناقش؟ قالت رغد اذا كانت الزاويه ها زاويه حاده فانا ظلها اقل او يساوي واحد. غلط كبير. الجيب والجتا دائما اقل من واحد او بيساوي واحد في حاله شاذه واحده اللي هو الزاويه 90، يصير جيبها مثلا واحد. دائما جيب وجتا اقل من واحد الا في حالات نادره لما تاخذها بالعلمي وبالعاشر اللي هم الزوايا المحوريه. بس انت لغايه الان جيب وجتا دائما اقل من واحد، لكن هل الظل اقل من واحد؟ لا. الظل ماما هو عبارة اتفقنا عن شو؟ الظل اتفقنا هو عبارة عن مقابل على مجاور. اذا كان طول المقابل اكبر من المجاور راح يطلع الظل واحد. تمام؟ يعني مثلا تعال ندرس جيب الف. ظل الف. ظل الف هو عبارة عن المقابل على المجاور. المقابل 12 والمجاور 5، فاذا بتلاحظ ان المقابل اكبر من المجاور. فلما تقسم رقم أكبر على رقم بيطلع الجواب شماله أكبر من واحد، فإذا الظل عادة هو أكبر من واحد. تمام؟ ممكن يكون أقل من واحد، ممكن يكون أقل من واحد، بس هو بالعادة الظل عادة أكبر من واحد. يعني ما بقدر أحكي شرط أكبر أو يساوي واحد أو شرط أقل أو يساوي واحد. هو يساوي واحد في حالة واحدة اللي هو 45. ممكن يكون أقل من واحد، ممكن يكون أكثر من واحد، ممكن، بس هل دائما الظل أقل من واحد؟ لا. إذا كان المقابل أكبر، هاي شايف، إذا كان المقابل أطول من المجاور فإن الظل رح يكون شماله أكبر من واحد، بس ما بقدر أسقط أقول دائما هو أكبر أو دائما هو أقل. نروح على الآتي، إحنا جاهزين نحل تدريب 7-7. بيقول سين صاد عين مثلث قائم في صاد. قلنا زمان لا قائم في صاد ما بينحل، لازم يكون قائم، إلا إذا لك متطابق ضلع وأسقطنا عمود فبصير قائم. فيه سين صاد تساوي قديش؟ 2 سنتي. سين عين 13 سنتي. جد ظل سين وظل عين. جدا سخيف السؤال. تعال نشوف. يلا نرسم مثلث قائم الزاوية فيه صاد. غششك، هو قائم وين؟ ما قال لك وين؟ مبينة الحرف اللي بالنص. إذا بدنا نرسم مثلث سين صاد عين قائم في صاد، فيه سين صاد طولها 2 سنتي، سين عين 13 سنتي. هذا الوتر، يا حرام الوتر بطل له هيبة بالظل، يعني الظل إذا ما أعطتك الوتر مش مشكلة. طالبة منك ظل السين وطالبة منك ظل الصاد، ظل العين لأنه زوايا حادة. ظل السين قلنا هو عبارة عن عفوا قطع معانا الفيديو، تعال نكمل. قلنا ظل السين اللي هو مقابل على مجاور، وظل العين اللي هو مقابل برضو على المجاور. هي الرسمة عندي اياها هون. يا حرام قلنا الوتر بطل له فايدة، بطلت له أهمية. أهميته بس إني أوجد باقي الأضلاع، لكن هون ما له قانون، يعني بالقانون هو مو موجود، مش مذكور أبدا. فبس أجي أطلع ظل السين اللي هو المقابل، هي ظل السين المقابل على المجاور، مقابل معيش إياه. حتى لو بدي أروح أظل العين، المقابل معي ولكن المجاور معيش إياه، فأنا لازم أطلع عين صاد. بطلع عين صاد بفيثاغورس، بقول الوتر تربيع بيساوي الضلع الأول تربيع زائد الضلع الثاني تربيع. الضلع الأول تربيع اللي هو الوتر قصدي تربيع اللي هو 169 تساوي 4 زائد سين تربيع ناقص 4 ناقص 4، بتصير عندك سين تربيع 165 تحت الجذر، تحت الجذر بتخلينا نفسها لأنه ما فيش جذر. باجي هون بقول ما هو المقابل لسين اللي هو قلنا 100 جذر 165 على ما هو المجاور لسين اللي هي 2. نفس الشيء هون، ما هو المقابل ل عين اللي هي 2 على جذر 165. بس بقدر انا يعني بقدر لما اجي احل، بما انه انت عم تطلب مني طل لزوايا حاده، ما عندي لزاويتين حادات هون اللي هما سين وعين. بقدر اذا طلعت الاولى اعطيكي مقلوب الثانيه دغري وبتحسبين عليها صح؟ طبعا، انا بعتبرك انه هيك انت استعملت مخك صح. قلنا ظل الزاويه الاولى بنفس المثلث عندك بس زاويتين حادات، حكيناها للمره الالف. جيب الاولى نفس جت الثانيه، وجيب الثانيه نفس جت الاولى. طب شو علاقه الظلال ببعض؟ ظل الاولى مقلوب ظل الثاني، ظل الاولى مقلوب ظل الثانيه، مقلوبين على بعض. فاذا طلعت الاولى وحبيت تقلب الثانيه وتطلع لي الجواب ما في اي مشكله.
هلا شباب احنا هيك خلصنا الجزء الاول من الدرس، بدي اعمل لك الجزء الثاني. اذا الدرس الماضي، الدرس الماضي هيك حلت لك اياه، طبعا هيو ثبت الفيديو انه هاي موضوع كثير لذيذ وسهل. المره الماضيه انا هيك عملت لك، سويت لك الدرس على جزئين، جزء فكره الدرس وكذا، الجزء الثاني كانت اسئله الدرس مع استعمال الاله الحاسبه. هلا بدي اعلمك الاله الحاسبه وروح اسئله الدرس، بس برضه باسئله الدرس اذا بتلاحظ السؤال الاول جدا سهل، هذا عليك واجب، هي جواب النهائي، هي اجوبتي النهائيه. نفس الشيء معطيك وتر وضلع، نفس التدريب اعطيتك اياه، وتر وضلع، بتطلع الضلع الثالث، وبعد ما تطلع الضلع الثالث بتعمل شو؟ بتوجد الظلال لهم كلهم، تمام؟ اذا الضلع الثالث 12 طلعته، بتطلع ظل الاولى وظل الثانيه، بتقدر تطلع ظل الاولى وتعطيني العكس لظل الثانيه. هلا السؤال اللي تحته، السؤال الثاني لا مش هيك، فانت بس هلا عليك السؤال الاول، حيكون عندك واجب فقط لا غير، تمام؟ بلقاك باذن الله بالفيديو الثاني، الفيديو الثاني اللي هو حنحكي عن الاله الحاسبه في استعمال الجيب الظل في الاله الحاسبه، نحل الامثله ونكمل اسئله الدرس. يعطيكم يا رب الف عافيه.